إذا عرفنا أن الله هو النافع وهو الضار وهو المتصرف في الكون، حينئذ كيف نلتفت إلى غيره؟ رئيس، مرؤوس، صاحب مال، صاحب، ما عاد نلتفت، نلتفت إلى مدبر هؤلاء جميعا، قوة عظمى، ما قوة عظمى، مدبر، نلتفت إلى مدبر الكون رب العزة والجلال الذي يصرفهم جميعا، ولا يمكن أن يخرجوا عن قدره قدر أنملة. يقدرون؟ والله ما يقدرون، هو المتصرف، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإذا نظرت إلى سيرة أولياء الله وأنبياء الله رأيت العجب العجاب، يأتون بإبراهيم فيلقونه في النار والموازين البشرية كن بردا وسلاما، موسى عليه السلام فرد وحيد مطارد عنده جريمة قتل بمفهومه، يأتي إلى فرعون صاحب الدولة وصاحب القوة وصاحب وصاحب وصاحب، العاقبة لمن؟ النصر لمن؟ يضرب بيد رب العزة والجلال، لأوليائه المؤمنين. وحينئذ كيف تلتفت قلوبنا إلى غير الله؟ صاحب ولاية ولا صاحب مركز ولا صاحب مال ولا صاحب سمعة ولا صاحب، ولا واحد نخاف منه ولا واحد نرجوه؟ هذا يجعلنا نخلص لله جل وعلا.